نحكي عن شعور طبيعي عند الإنسان مكون من غضب قليل، خوف قليل أيضاً، ومزيج من الانفعال والتوتر والقلق. عم نحكي عن الغيرة ولكن بالحد الطبيعي المقبول اللي بيأكد علماء النفس والاجتماع إنه ضرورية عند الإنسان السوي لحد معين، سموها غبطة أكثر من غيرة. لكن لما تكون الغيرة مبالغ فيها، شو هو حكمة بالشرع الإسلامي؟ شو هو الحسد اللي بيرافق الغيرة؟ الغيرة والحسد مفهومين مندمجين ولا منفصلين؟ هذا هو موجود فعلاً بالإسلام؟ في شيء يتجاوز موضوع الحسد بيقولوا العين بتاخد حقها من الحجر؟ وهالأمور كلها هل هو له حل مع الإنسان الحسود الغيور ولا نتجنبه ونقطع علاقتنا معه؟ كل هالأسئلة رح يجاوبنا عنها فضيلة الشيخ عبد الله المبرور، عضو الفريق الديني الشبابي. أهلا وسهلا بكم، رمضان كريم. أهلا بكم وأسعد الله مساكم بهذا اللقاء الطيب، وجعل رمضان مفتاح خير وسعادة للأمة وكشف الغمة. آمين يا رب. فضيلة الشيخ، مثل ما ذكرت أنا بالمقدمة، كتير من الناس بتشوف إنجازات ناس تانين بتحس بحزقة، بتحس بغيرة بغصة. كتير من الناس بتغار بغض النظر عن نوع الغيرة، غيرة الزوج على زوجته، غيرة الصديق من صديقه، غيرة الأخ من أخوه، واليوم عم نشوف غيرة الأبناء من أبهاتهم. الغيرة بالشرع الإسلامي إلى تعريف؟ بسم الله، وصلى الله على سيد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن جبلة الإنسان التي فطر عليها فطر على الغيرة. فطبيعة الإنسان يغار، غيور، وعنده غيرة وعنده اختلاف أطباع، مباشرة يختلف طبعه. لأن تعريف الغيرة عبارة عن حالة تنتاب الإنسان فتغير طبيعته المعتادة. تلاقي لك يا غار الإنسان اختلف شكله، اختلف من أسلوبه، اختلف نطقه، اختلفت ملامحه، كلياتها تغيرت، فترى هذا الإنسان بدأ بالغيرة. الآن الغيرة لها حالتان، حالة محمودة وحالة مذمومة. فالحالة المحمودة هي الحالة التي تنمي إلى كل خير، فالشرع وديننا الحنيف ندبنا إلى الغيرة بالمحاسن، محاسن الأمور، يعني سماها المنافسة والمسابقة. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. المسارعة تكون بالمنافسة، بشوف فلان مثل الطلاب اليوم في المدارس، بتلاقي لك يا بده ينافس رفقاته، ليش؟ قال لك حتى يتسابق إلى فعل خير. هذه غيرة محمودة. أما الغيرة غير المحمودة هي التي توقعنا بباب الحسد، وهي زوال النعم عن الآخرين وتمنيها له بدون أن تبقى عند الناس. تمام، هذه حالة مذمومة. حلو، وضحنا كتير باختصار وإيجاز وبلاغة الفرق بين الغيرة المحمودة والغيرة المذمومة. اليوم الغيرة منتشرة بشتى المجالات. تمام. بالعمل، بالدراسة، بالجامعات، شركات، بالأقرباء. نعم. إنه فلان خطبت وتزوجت، بتغار بنت خالتها منها، بتتمنى إنه تفك خطبتها. حتى في منهم بيشتغلوا بقى بموارائيات وسحر وقصص نحن بغنى. نعم. عن ذكرها حاليا. طيب، ليش بيكون في إنسان حسود؟ مزبوط إنه انتبهوا منه عينه بتحسد، هيك الله خلقه، ولا البيئة المحيطة، ولا نقص الإيمان، ولا البعد عن رب العالمين؟ تمام. هلأ، الغيرة التي هي غير محمودة مذمومة تؤدي بصاحبها إلى الحسد. تمام. والحسد داء نهى الشرع أن يقع الإنسان فيه، وهو إشارة عن بعد الإنسان عن ربه. دليل الإنسان حاسد دليل ضعف إيمان وبعده عن الرحمن. فإذا أراد الإنسان أن يعالج نفسه حتى لا يقع في الحسد، قال لك ماذا يجب عليه؟ تصحيح المفاهيم. تصحيح المفاهيم اليوم ما هو؟ قال لك أن تعرف من المدبر، من المعطي، من المنعم، من المكرم، والله سبحانه وتعالى. فحينما أعلم أن الذي أعطى فلان، فلان صار عنده سيارة، فلان صار عنده بيت، فلان صار عنده مستوى عالي بمنصب أو ما شابه ذلك، وأنا بدي أحسده، هلأ أنا الذي أوصله إلى هذا ما هو؟ قال لك هو قدرة الله تعالى وتوفيق الله. فإذا الذي أعطاه هو الله، فأنا أحسده أم أطلب من الذي أعطاه؟ هنا مفهوم تصحيح المفاهيم. اليوم في كتير جملة شائعة بكل المجالات أيضا، حلو أنه ما عم نحكي بس على مجال واحد. تمام. جملة أنا بحطها بين هلالين، ليش هو مو أنا؟ يا سلام. ليش هو مو أنا؟ ليش هو الله رزقه مو أنا؟ ليش الله عطاه مو أنا؟ ليش صار عنده سيارة مثل ما ذكرت فضل الشيخ مو أنا؟ ليش تزوج؟ ليش اترقى بشغله؟
ليش ترقى بالدراسة مو أنا؟ طيب هذا التساؤل أليس تساؤل مشروع؟ يعني قد يكون قائل يقول أنا أخذ بالأسباب وأجتهد وأعمل وأكد ويعني أجاهد في كسب العيش والله يقدر رزقي، ليش هو مو أنا؟ يا سلام، هلأ هنا نرجع إلى مفهوم الإيمان، أن المتصرف بالكون هو الرحمن، فالله جل جلاله من حكمته جعل لكل شيء مقدار، جعل لكل شيء مقدار. سيدنا عمر بن الخطاب يقول في ذلك: لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. فحينما اختار الله سبحانه وتعالى تأخير سعة الرزق أو قدوم ما طلب هذا الإنسان فيكون خيرا له. حشبه هذا المثال بمثال بسيط جدا، إذا عندك ابن أنت وبتحب ابنك كثير، عمره 9 سنين 10 سنوات، أنت عندك سيارة مدللة ومرفهة وأنت بتحبه لابنك، قال لك بابا بتحبني؟ قلت له ايه. قال لك بابا اذا بتحبني اعطيني مفتاح سيارتك بدي روح فيها مشوار. انت الان اذا بتعطيه وعمره هالعمر بتكون عرضته للهلاك ولا بتكون انت وصلته لامور يعني حينما منعته؟ تفسيرك فضيلة الشيخ انه نحن قد نطلب طلبات من ربنا عز وجل ولكن لا نستحقها احيانا. لا نقول لا نستحقها، او لسنا جاهزين لاجلها، لسنا الان بحاله استعداد تقبلها، لان النفوس تتغير. كم من انسان اوتي من المال الكثير فكان بحاله فاصبح بحاله كبر، حاله بعد، حاله طغيان، حاله انقطاع. الله يقول كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. بيشوف المال بيستغني عن الكل. قديش من بعض ناس من رفقاتك او كذا بتقلي والله وقت زنقل ما عاد حكانا، وقت تطورت حالته ما عاد عارف كثير. سمعانين يا سبحان شباب، سبحان الله، سمعانين فضلت الشيخ الله يعزك. سبحان الله. لماذا؟ قال لك لانه اوتي شيئا ما عرف المعلومات التي يجب أن يبني طبعا عليه أفكاره. كرمال هيك منقول يا مدبر يا الله. نعم، الله يدبر حكيم ما هو عليم فيه حكمة لنا. تمام. طيب اليوم الأزمة الاقتصادية السورية والأزمة الأمنية عملت مجتمع متفاوت الطبقات بشكل رهيب ومخيف، وكان في عنا طبقة وسطى عريضة تلاشت تقريبا، صار إما طبقة قليلة جدا وهي مقتدرة، وطبقة يعني يدوب تؤمن لقمة العيش، خاصة بظل رمضان، بظل الغلاء الاقتصادي، بظل الرواتب الضعيفة والضئيلة. ألا يولد هذا حسد وغيرة؟ تمام. يعني أنا لما بكون ماشي جنب مطعم، نعم، وبشوف إنه هذا المطعم مليان عالم عم تاكل وتشرب ما لذ وطاب، وأنا أولادي عم كف نظرهم عن هذا المطعم، نعم، حتى ما يشوفوا إنه الناس عايشة بكوكب ونحن بكوكب. تمام. آخر، كيف بدي أقنع ابني إنه ابني لا تغار؟ لما بيروح ابني على المدرسة بيقعد وبيشوف ما لذ وطاب بإيد غيره، كيف أنا أوكي استوعبت، أنا آمنت برب العالمين، أنا اقتنعت من فضلة الشيخ، ابني كيف بده يقتنع أنه الناس مثلا طبقات وجعلناكم شعوبا وقبائل ومتفاوتين بالرزق؟ تمام. هنا نعود إلى مفهوم الاختبار. مفهوم الاختبار، الله يقول ليبلوكم أيكم أحسن عمله. كل شيء له جزاء. المرحلة التي نمر فيها ابتلاء كبير. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. كلمة لا يفتنون أي لا يختبرون في البلاء. يعني اليوم أنا وقت بدي أقول إنه فلان أصبح طبيب ماهر، ما بدي دخله على غرفة الاختبارات وغرفة العمليات، قال لك لشوف تطبيق المعلومات الصحيحة عند العمل، يعني حفظ تطبيق نظري، الآن تطبيق عملي. الآن نحن اختبار قوي في بلادنا، حينما يبتلينا الله عز وجل ينظر إذا أنا عم قلك أنا مؤمن وصادق وضاقت علي الأمور ماديا، أتجرأ إلى الحرام أم أصبر لآكل رزقي بالحلال وأكافأ عليه يوم القيامة؟ وأقول لكم أنه دوام الحال محال. الله يقول فإن مع العسر يسرا. انظر إلى هذه المعلومة من الله، آية قرآنية، دليل واضح، قاعدة واضحة تقول فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. طيب الناس اليوم عم تقع بالحسد، هذا عم يحسد هذا وهذا عم يحسد هذا، نقول له صحح إيمانك. كيف بدي صحح إيماني؟ قال لك انظر إلى المعطي من؟ الله. حينما أعرف أن الله هو المعطي، قال لك أقصد باب الله. عدنا إلى جوهر العقيدة والإيمان. تمام. عدنا إلى جوهر الإيمان. طب فضلت الشيخ قبل أن يتداركنا الوقت بدنا نحكي عن الحلول وبدنا نحكي عن التحصين
التحصين من الحسد، هل هناك معوذات، آيات قرآنية، أحاديث نبوية، أدعية معينة؟ ما الذي يحصننا من الحسد والغيرة؟ أول شيء نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن نبتعد عن الحسد والتباغض والتناجش والبغضاء والكراهية في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم. انظر الأخوة التي يبنيها الإنسان في الوعي. اليوم أنا وقت أنت عندك أشياء أنا ما عندي إياها، أقول لك ننظر إلى ما علمنا إياه رسول الله وهو الغبطة. الغبطة ما هي؟ هو تمني الخير عندك وأن يكرمني الله كما أكرمك. أغبطك ولا أحسدك. ولا أحسدك. لماذا؟ لأن الحسد نوع من داء يصيب الأمم. حينما يصاب الإنسان بداء الحسد أول شيء يقع فيه أن يضر نفسه. تمام. المحصنات يعني تمام. مذكرة بالقرآن الكريم: ومن شر حاسد إذا حسد. يا سلام، أنزل الله سورة كاملة في علاج الحسد. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه دائما الاستعاذة: اللهم إني أعوذ بك من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. جعل الله عز وجل المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. جعل آية الكرسي، جعل الأدعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حصناً للمسلم حينما يقوم بها ويقرأها ويتوكل على الله، فهو يقي أن يحمي نفسه من العين ومن الحسد. ونقولها دائماً: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله. تمام. الأمر الثاني وهو الكتمان في الأمور. هذا كثير من الناس تمام. اليوم تباهي وترائي. يا سلام، هي المباهات. شفتني أنا شو اشتريت، شفتني أنا شو ساويت. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علاج هذا الأمر. يقول صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. تمام. لا تزرع فتنة بقلوب الناس المحتاجة. والله أنا بتذكر يعني بعض الأمهات كانت لما بدأ تبعت مع أطفالها صندويشة أو موزة على المدرسة تعلمون: يا ابني كلوها بعيد عن رفقاتكم، مو لأنه أنتوا بخلاء، ولكن في عالم بتشوفوا بتشتهي وأنتوا مو بمقدورنا نطعمي الكل. فهي تعقيبا على كلامك، المفاهيم الصحيحة لا تزرع الضغينة بقلوب اللي ما معهم. تمام. يا أما ساعدهم وعطيهم، لا تكسر خاطرهم. لا تكسر خاطرهم تماما، لأنه كسر الخاطر شيء مؤلم. اليوم أنا اليوم إذا أوكي. الله أعطاني شيء لازم أجبر خاطر الآخرين. إذا باستطاعتي فلازم، باستطاعتي أو أستعين بما أوتيت بالكتمان. شكرا فلا أتباهي. شكرا فضلة الشيخ. نتمنى هيك مجتمع مليء بالقيم الإيجابية، وهذا هو مجتمعنا السوري اللي نعول عليه. أهلا وسهلا فيك. أكرمكم الله كريم. وكل الشكر لكم ولقناتكم الكريمة على هذا اللقاء الطيب، وكل عام وأنتم بألف خير. والسلام عليكم. وعليكم.